طيب دي كانت اخر الاخبار العالميه في الترند العالمي النهارده، وقلنا تفاصيلها لحضرتك، ولكن الفقره الاهم بالنسبه لنا هو التواصل مع الجماهير. وسؤال حلقه اليوم كان بيتعلق بهل تتوقع حدوث تغييرات على تشكيله الاهلي في لقاء الزمالك، المباراه القويه جدا المقبله واللي هنبتدي الحديث فيها بدايه من بكره بشكل مستفيض وعلى اخر الساعات الخاصه بالنادي الاهلي. لكن خلينا ارى التعليقات الاول، نبتدي بمحمد اللي قال اكيد طبعا هيكون في تغيير بسبب الغيابات والاصابات اللي حصلت. اتوقع البدايه بالشناوي، علي معلول، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، عمرو سليه، ديانج، حمدي فتحي، اجاييه، وجيرالدو، وباجينيزاب جيرالدو اللحاق لسه مش معروفه بهذه المباراه. ايا كان بتوفيق يا رب لفريقنا وان شاء الله يكسب. ده كان محمد. عزت سيد قال اتمنى يلعب 4-3-3 والتشكيل يكون الشناوي، هاني، ربيعه، ياسر، علي معلول في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج، وبيتمنى ان صالح جمعه يكون موجود مكان قفشه. الاثنين اي واحد فيهم هيلعب هيكون اضافه طبعا، وقدام هيكون معلول اجاييه، وقدام محمد هاني، وليد سليمان، وبادجي. ماشي، ده تشكيل يعني اللي قاله عزت. محمد سامح حمزه قال في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، رباعي خط الظهر علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، اثنين هاف ديفندر، السوليه وديانج، واربع اوراق هجوميه ممثله في جيرالدو، اجاييه، قفشه، وفي الامام اليو بادجي. طبعا كلها اجتهادات وتوقعات بالنسبه للجمهور، واحنا عارفين كويس قوي ان طبعا لما بيبقى في مباراه قمه ما بين اهلي وزمالك، وانا طبعا مصر ان هي مباراه قمه، لان طبيعي انت تتكلم على اكبر فرقتين في مصر، ممكن يكون فرق النقاط كبير قوي 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 ما بين الفرقتين، لكن يبقى نادي الزمالك من الفرق الكبيره المحترمه، وتبقى هذه المباريات بطابع خاص. نتمنى فيها طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، لكن الاجتهادات هتفضل على مدار الايام الجايه بخصوص التشكيل وبخصوص الغيابات، مين هيلحق مين ما يلحقش. هنتابع كل الكلام ده مع حضراتكم من خلال حلقه بكره ان شاء الله لو موجودين مع حضراتكم.